شفعتنا النهاردة قديسة صعيدية علمت أوروبا كلها النظافة الشخصية، ليها 70 كنيسة في سويسرا و30 كنيسة في ألمانيا. النهاردة هنتكلم على القديسة فيرينا، وكمان معانا الأنبا بيمن وكهنة جوس ونجادة هيعملولنا تطيب لجسد القديسة فيرينا. سلام ونعمة لكل مشاهدين ومتابعين قناة سيرة شفاعة في كل مكان. النهاردة معادنا مع القديسة العظيمة شفاعتنا القديسة فيرينا، وهي من قرية جراجوس مرقس كوس بالقرب من مدينة لوكسور حاليا، ويعني اسمها باللغة القبطية السمرة أو البذرة الطبية. كانت القديسة فيرينا مع الكتيبة الطيبية اللي راحت أوروبا، وهي مجموعة من العذارى القبطيات اللي كانوا بيقوموا بتجهيز الطعام ورعاية الجرحى وغيرها من الأعمال رعاية المرضى. بس حصل أنه تم قتل جميع أفراد الكتيبة الطيبية ما عدا هي بس، وقررت فيرينا أنها ما تخافش وترجع لمصر تاني، لكن قعدت وعلمت الشعب الوثني المسيحية، وعلمتهم كمان طرق العلاج واستعمال الأعشاب الطبية، وعلمتهم النظافة الشخصية والاغتسال بالماء، وكانت بتزور مدافن شهداء الكتيبة الطيبية علشان تاخد بركتهم اللي كانوا معاها. وفي كتير بيعتقد ان هي قريبة القديس موريس بتاع الكتيبة الطبية، واعتبرها كتير هناك انها ام الراهبات في اوروبا. وفي مرة اكتشف احد الحكام الرومان امر هذه القديسة، وعرف ان هي بتدعو الناس للعبادة للسيد المسيح، امر بسجنها واتعذبت طبعا، ولكنها بعد مدة خرجت من السجن وعادت لما كانت تفعله قبل سجنها مع زميلتها العذارى اللي كانت بتسكن معاهم في احد الكهوف اللي في الجبال المنتشرة في سويسرا. توفيت القديسة فيرينا حوالي 344 ميلاديا، وبنيت فوق جسدها كنيسة في سويسرا عند منتصف الجسر المقام على نهر الراين بين سويسرا وألمانيا. يوجد لها تمثال وهي تحمل جرة بها ماء، ويبلغ عدد الكنائس اللي بتحمل اسمها في سويسرا حوالي 70 كنيسة، وفي ألمانيا 30 كنيسة. وكتير مننا ما يعرفش ان القديسة فيرينا هي قديسة مصرية قبطية عاشت في وسط أوروبا، وجسدها كمان مدفون هناك، والأيقونة بتاعتها كانت بتتميز انها تحمل جرة مية والإيد التانية ماسكة مشط لترمز على عملها اللي كانت بتقوم به طوال حياتها، وهو تعليم أوروبا ومناطق كتير النظافة والاهتمام بالنفس. سنة 1986 ميلاديا أحضر وفد سويسري إلى مصر جزء من رفات القديسة فيرينا وكمان رفات القديس موريس، ووضعوها في كنيسة خاصة باسمها في أسقفية الخدمات بالقاهرة، وقام البابا شنودة المتنيح الثالث بتدشينها في 22 فبراير 1994 ميلاديا، وبيتم الاحتفال بهذه الذكرى. Yeah.